أولا طبعا نتقدم بالتهنئة لفريق أوربك الفائز ببطولة بنك مسقط، وحظا أوفر لفريق نجوم عمان. مبادرات بنك مسقط طبعا عديدة ولله الحمد، ففي خلال عام 2018 وفي شهر نوفمبر وتزامنا مع احتفالات العيد الوطني، أعلن بنك مسقط عن إقامة هذه الدورة الشبابية لكرة القدم وبمشاركة 20 فريق. طبعا هذه البطولة تعتبر تجمع شبابي أولا، وهي إحدى مبادرات بنك مسقط في مبادرة المسؤولية الاجتماعية، التي هي تعد من يعني دائما بنك مسقط يفخر بتواجده في المجتمع. يعني احنا نعرف كرة القدم ما شاء الله جميع الشباب يتلحف عليها، وجدنا ان نبادر بمشاركة مثل هذه المشاركة في التجمع الشبابي. نبارك لكل الإداريين وكل المشاركين في البطولة من الفرق، من أعضاء اللجنة، من الكادر الطبي والإداري، ونبارك لأنفسنا قبل كل شيء أن فريقنا فاز بالبطولة مثل ما توقعنا كشخصية البطل. شكري خاص صراحة، كلمات الشكر ما يعني تكفيني أن أشكر بنك مسقط على رعايتهم المميزة أو المتميزة صراحة. وهذه أول مرة أول بطولة بنك مسقط، ما قصروا معنا الإخوان في بنك مسقط من رعاية من الاهتمام بالبطولة، وهم السبب الرئيسي في إنجاح البطولة. الحمد لله حصلت على أهداف البطولة، أشكر إخواني اللاعبين والجهاز الفني والمدربين اللي وقفوا معاي، فهذه أول مشاركة حالي في هذه البطولة، واستفدنا من هذه البطولة كثير، وأشكر الإعلام بنك مسقط على هذه البطولة، استضافة طيبة.